آتي إلى معرض الكتاب وألتقي بهذا الجمع البهيج المفرح المسعد، وصداقتي بالبشمهندس صفاء كانت عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ثم أثمرت علاقة قوية وجدت فيها أخوة وصداقة وصفاء نفس، مما دفعني إلى أن أربط سببي بسببه، فكانت هذه الرواية هي ما دفعني إلى أن آتي إليكم وأقدم بعض ما خطر لي عن هذا العمل الأدبي الذي أتمنى أن يجد له مساحة على ساحة الثقافة والإبداع العربي المعاصر. كلنا أسير نجيب محفوظ بلا شك، وكلنا يحاول أن يمشي في ركابه، وبعضنا يكرهه، وأنا منهم من الذين يكرهون نجيب محفوظ، لأن نجيب محفوظ تلبسني، لكنه تلبسني لأنني أعيش في جلبابه، وأحاول دائما أن أخرج من هذا الإطار. شدة الحب هي ما تعمي وما تصيب. فهذه كانت مداخلة لمعالجة رواية الأستاذ المهندس صفاء محمد. في الحقيقة أنا قرأتها ولي عليها بعض الأشياء، منها ما هو رائع كما ذكر أستاذنا الدكتور أحمد فرحات، ومنها بعض الهنات التي قد يعني لا تعيب العمل الأدبي إطلاقا. فلسنا ملائكة، لسنا ملائكة، وليس للملائكة رماد، فالملائكة أسمى وأرقى من أن يكون لهم رماد. كلنا يتعلق بالملائكة وينظر فيهم المثل الأعلى. فكانت هذه مداخلة بيني وبينه، فقال حتى أخرج من رقابة أو من أسر النص الديني أو السلطة في الأزهر، فقد يعيبون علي أنني نعت الملائكة بالرماد، فبدلت الوصفة بالخبر. فقال كان حقه رماد الملائكة، هو هذا قوله، فقال ملائكة الرماد. فأنا أرى أن الأمر ملبس بين الاثنين، فليس للملائكة رماد، بل للملائكة رحمة ونور وهداية وثواب ورعاية. هذا يعني بعض ما أخذته عليه من عتبة النص كما يقال. أنا لم أكن حاضرا في البداية، فعفوا لأني تأخرت. يا ريت هو يوصف ليه هو اختار الاسم بالضبط، لأنه هو عرف مسير الجدل. نعم. أثرت أن أكتب وكتبت على صفحتي ملخصا لكلماتي التي سألقيها أمامكم. هي حوار حول رواية ملائكة الرماد للروائي المهندس صفاء محمد. أراها رواية مفعمة بالسرد، تأخذك من عنوانها إلى صفحاتها الداخلية، في منعطفات مثيرة. يمثل العنوان كما يقول جيرار جينيت عتبة النص، عتبة هامة عند المطلق. ملائكة تلك، بل وهل للملائكة رماد؟ وهذا استفسار مقدم. عنوان مثير تليه الصفحة الأولى، ومن خلال السطر الأول يقول الراوي العليل، أراه هو الراوي العليل، كأنما هو يتحدث عن نفسه أو أن يسرد حدثا مر به. لارتباط المهندس، فثمة ارتباط بينه وبين المهندس، المهندس خالد، المهندس صفاء، المجموعة الخالدة، هذه كلها تيمات في الحلم ذكرها وتكلم عنها. يقول الراوي العليم كان الجو صحوا والسماء صاف كان الجو صحوا والسماء صافية حين فتحت عيني في تلك الغرفة التي تبدو وكأنها في مشفى. هذه مفردة جديدة لا نستخدمها في بلادنا، نحن نستخدم مستشفى. هو ذكر مشفى اسم مكان على غير السياق المعتاد لدينا. عفوا يعني يلعب الوصف دوره لا يترك جزئية إلا ويذكره. الطاولة، الكرسي، القابع، الستائر البيضاء، العصافير التي يبدو أنها تغني. حلم أنا لم أره في البداية إلا من النهاية أنه كان حلم. فهذه كانت مداخلات
للقارئ تكاد تأخذه إلى نهاية القصة أو نهاية الرواية الطويلة. ثم يقول العصافير التي يبدو لها أنها تبلي المطر الناعم، هل حقا المطر له ليونة؟ هذا استخدام جديد. كيف يكون المطر ناعما؟ أو العهد في المطر أنه سيل وأنه متدافع متتابع، فوصفه بأنه مطر ناعم تناغما مع العصافير، وما بالعصافير وما بالنشفة وما بالستائر البيضاء وما بسماعة الطبيب. العصافير التي يبدو لها أنها تغني المطر الناعم، هل حقا له ليونة وطراوة أو هو سيل مدمر؟ حيرة أربكنا بها المهندس صفاء. استخدم كلمة جبيرة، ونحن عفوا أنا أتناول أنا كلغوي يعني ينحو النقد عندي المنحى اللغوي، فستجدون بعض المفردات التي أنظر إليها من خلال النقد اللغوي، وهذه دراسات بينية معاصرة تعلمناها في زماننا. آنسة تدخل وكأنها طبيبة، جملة مقاتلة لشخص فقد ذاكرته في الحلم. طبيبة تدخل تناسب حالته، ومن منطق التعبير استخدام التشبيه إنه موقف بلقيس وكأنها طبيبة، هو يقول وكأنها طبيبة، وهنا يتناص مع بلقيس في حين رأت القصر قالت هكذا عرشه، قالت كأنه هو مرد من قبل، نعم كأنه هو، أو هذا تناسب مع حال الحلم. آنسة تدخل وكأنها طبيبة، جملة مخاتلة لشخص فقد ذاكرته تناسب حالته، من منطق التعبير استخدام التشبيه إنه موقف بلقيس إن سئلت أهكذا عرشك، كأنه هو إجابة مراوغة استلهمها الروائي صفاء، تناص من طرف خفي، هو ليس تناص، هو ليس بالتناص الصريح لكنه تناص خفي يستشعره القارئ. يقول ويصفها يقول شعر استثنائي مسدل في دلال، تعبير مثير، كأنه كيف يتدلل الشعر أم هو عاشق يرسم لوحة خيالية. هنا يخرج من منطق الوصف إلى منطق الرومانسية التي يعني يخرج بها إلى، هل هو يعبر عن اشتياقه للأنثى بطريقة غير معهودة لما يراه في زوجته؟ ربما هو يستند إلى معجم تراثي لا شك، هذه قراءات وهذه آثار فكره ولغته التي جاءت إليه من القرآن الكريم. نعم، هذا يخدم العمل الأدبي، إنه ليس مهلهلا، ليست لغة سائبة وليست لغة مائعة، إنما هي لغة رصينة استلهمها الكاتب، تنبئ عن ثقافة وعن فكر عميق في داخل السرد اللغوي. احترام للتراث. نعم، لابد أن يكون الكاتب يعني منتميا إلى تراثه وإلى أمته، وإلا كان هلاميا. نجيب محفوظ كتب ما كتب، ولنا دكتور محمد حماد شفاه الله كتب الجملة القرآنية عند نجيب محفوظ، وبعض الناس اتهم نجيب محفوظ بأنه خارج عن السياق القرآني، ومن أكثر الأدباء استخداما للمفردة القرآنية هو نجيب محفوظ، وهذه